بالنسبة للمخاطر اللي تنشأ من إهمال إدارة الأزمات، أنا دائما أشبهها بالمرض، مثل المرض اللي يدخل في جسم الإنسان، ثم الإنسان هذا يهمله ويهمل فحوصاته ويهمل مثلا الاستمرار في عملية الدواء، يهمل متابعة الطبيب، ثم يصل إلى مرحلة خط اللاعودة، طريق اللاعودة، يصل إلى مرحلة تفاقم المرض. هكذا تحدث الأزمات، تبدأ في بدايتها مثل ما تفضلت، ربما تواجه بالإنكار، ربما تواجه بالتجاهل، ربما تواجه بالإهمال في بدايتها، ثم في مرحلة المنتصف تأتي مثلا الحلول أو تأتي المعالجة بشكل ضعيف جدا أو شكل متباطئ أو شكل غير مدروس، حتى نصل إلى مرحلة التفاقم. وهذا أمر يعني واجهتها كثير من المنظمات الحكومية والخاصة أو حتى الحكومات، لما تصل إلى نقطة اللاعودة تستعين بمستشارين وتستعين بتجارب دولية، ولكن يكون الوقت أزف، الوقت انتهى، يعني معالجة الأزمة في هذا الوقت تحديدا أمر صعب جدا، وبالتالي عامل الوقت جدا مهم جداً في مهم. الأزمة جدا مهم، التأخر قد يعني يفاقم الأزمة بلا شك. أهم نقطة في إدارة الأزمات، يعني دائما احنا نقول رقم واحد أو المرحلة الأولية، وكثير يتجاهلونها في إدارة الأزمات، إن كان في القطاعات الحكومية، في الخاصة، في المنظمات الدولية، اللي هي إدراك الأزمة. يجب أن تدرك الأزمة، يجب أنك تلمسها الآن، بالضبط مثل لما يكون في جسمك خلل معين أو ألم معين، يجب أن تدرك أن هذا الألم قد يفضي إلى نقطة معينة. فإدراك الأزمة هو أول استشعار.